ازيكم؟ الحلقة دي هتكون مختلفة شوية لان احنا هنتكلم فيها عن الكاس وازاي تتأهل. السنة اللي فاتت الكاس كان بيبدأ بعد الجولة 18 وكان بيتأهل ليه 2,100,000 مشترك. السنة دي الدنيا اختلفت شوية، الكاس هيبدأ من الجولة 17، يعني الجولة اللي جاية هي جولة التأهل، وهيتأهل 4,194,304 مدرب. طب ايه هو الكاس ده؟ وهل ماتشاته ليها علاقة بكاس انجلترا؟ لا يا معلم، كل الماتشات ليها علاقة بالدوري كالعادة، والنظام عامل زي نظام الدوري هيد تو هيد، اللي بيجيب نقط أعلى هو اللي بيتأهل. يعني لو جبت نقط أعلى هتكمل في الدور اللي بعده، ولو ما جبتش هتودع الكاس يا معلم. ياه راحت فلوسك يا صابر. وبعد ما بيتأهل 4 مليون لاعب بتتعمل قرعة عشوائي، يعني ممكن تلاعب أول العالم أو ممكن تلاعب واحد ما فتحش الأكاونت من أول الموسم، وممكن تخسر برضه. طب لو تعادلنا في النقط، في الحالة دي في طريقتين للحساب. أول طريقة، اللعيبة عندك جابت كام جول والفرقة اللي لعبتها جابت جون أكتر هي اللي بتتأهل. طب لو تعادلنا في دي كمان، في الحالة دي بنشوف الفرقة اللي دخل فيها جون أقل، والفرقة اللي دخل فيها جون أقل هي اللي بتتأهل. ولو اتأهلنا في دي كمان بتبقى قرعة يا معلم. طيب أتأهل إزاي للكاس؟ زي ما قلنا إن اللي هيتأهل 4,194,304 لاعب، يعني في سهولة شوية إنك تتأهل. محتاج تجيب نقط قد الأفريج أو أعلى، لكن لو أقل فرصتك هتبقى قليلة. طيب لو أنا عملت سالب الجولة اللي جاية، هل ده هيأثر عليا في التأهل؟ لا، لو عملت سالب حتى لو سالب 100 مش هيأثر عليك في التأهل، لأن نتيجة التأهل بتكون محسوبة على ترتيب الجولة 16 بس، مش الترتيب الإجمالي، فبالتالي الماينس ده هيأثر عليك في الترتيب الإجمالي بس. يعني كده أقدر أعمل ماينس كل جولة وأتأهل في الكاس برضو؟ برضو لا، في أول جولة في الكاس لو أنت عامل سالب هيأثر عليك. يعني لو جايب 50 نقطة واللي قدامك كان جايب 47 نقطة بس انت عامل ماينس 4 هيأثر عليك، وهتبقى جايب 46 نقطة واللي قدامك 47 نقطة ويتأهل هو. وعشان كده لازم تركز كويس الجولة دي وتعمل فرقة محترمة تخليك تتأهل للكاس. جوائز الكاس بقى معلم مختلفة عن جوائز الدوري العادي للفانتسي. انت لو كسبت الكاس تقدر تختار اي ماتش في الدوري الانجليزي تتفرج عليه، والإقامة والانتقالات عليهم، وتقدر كمان تكسب تابلت او سماعة بلوتوث وشنطة البريمير ليج اللي هيكون فيها شنطة ظهر وتشيرت وكرة البريمير ليج وقلم وإزازة مية ومنط موتوسيكلات وعجل وأجهزة كمبيوتر ووجبة من الكانتين اللي مش عاوزين تقربوا له أبدا وترابيزات بلياردو وبينج. كده احنا قلنا كل حاجة عن الكاس. لو عندك أسئلة اسألها لنا على جروب احنا بتوع الفانسي، وتابع معانا كل جولة وعرفنا انت اتأهلت ولا لا. الوقت بين الجولتين كان ضيق جدا، فهنقول لكم أبرز الأحداث اللي حصلت في الجولة اللي فاتت. كريستال بالاس كسب بورنموس، والسيتي رجع يكسب 4، ومانشستر يونايتد كسب توتنهام 2-1، ومورينيو خسر على اولد ترافورد، وكمان ابراهام لعب وجاب جون وعمل اسيست، صلاح ما لعبش وماني كمل التألق، وليفربول كسب 5. نيجي بقى لفريق الباكابورتاس. في حراسة المرمى كيبا، وفي الدفاع ارنولد كيلي وبيريرا، في خط النص ماني دي بروين ديلي الي وزها، وفي الهجوم فاردي وبوكي وخيمينيز. نيجي بقى لحيرة كل جولة وهنكابتن مين. الجولة دي ممكن تكابتن أوباميانج قدام وستهام أو فاردي قدام أستون فيلا، ولو عايز تغامر يعني ممكن تكابتن خيمينيز أو بوكي. ندخل بقى على ماتشات الجولة الجديدة، وأهم ماتش الجولة دي هو ديربي مانشستر، اللي كل الناس كانت فاكرة إن الماتش ده هيكون آخر ماتش لسولشاير، لكن بعد فوزه على توتنهام مسك قوي بالفرصة وبتدريب النادي. لكن لو خسر في ديربي مانشستر الله اعلم ممكن يمشي. ربنا هيكرمك باحلى شغلانه، شغل كتير بس انت ركز، اشتغل مهندس، افتح عياده. تشيلسي كمان عنده ماتش مش سهل ابدا بره ارضه قدام ايفرتون اللي لسه خسران 5-2 من ليفربول. ليفربول برضه عنده ماتش صعب قوي قدام بورنموث، هنشوف صلاح هيلعب ولا هيفضل مريحه كتير. توتنهام هيلعب بيرنلي، ومورينيو عنده فرصه انه يرجع يكسب تاني بعد خسارته الاخيره على ملعب اولد ترافورد، وكل الناس طبعا جابت ديلي الي المتألق جدا الفتره الاخيره. استرها معانا يا رب. ليستر سيتي واستون فيلا، طبعا كلنا معانا فاردي اللي نقدر نسميه الجولدن بوي بتاع الموسم ده، وكمان هيلعب تريزيجيه اللي نتمنى انه يسجل الماتش ده ومحدش يطلع زعلان. نورويتش وشيفيلد يونايتد، ماتش سهل لبوكي وكان طويل ان هم يسجلوا فيه، بس لازم نفتكر كويس جدا ان شيفيلد يونايتد ما بيخسرش بره ارضه. ارسنال وست هام، طبعا ارسنال قدامه ماتش سهل جدا قدام وست هام، لكن ده مع الفرقه العاديه، لكن ارسنال بقى ممكن يتعادل او يخسر عادي لانه ما بيحبش يزعل حد. كده احنا خلصنا كلام عن الكاس وعن ماتشات الجوله 16، واللي فاز معانا بالتيشيرت هنعلن اسمه في الجوله اللي جايه مع اللي فاز بالتيشيرت بتاع الجوله 16.
انت كمان تقدر تكسب معانا تيشيرت كل اسبوع او بلاي ستيشن وموبايل اخر الموسم. اشترك معانا في دوري احنا بتوع الفانتسي واستنى الجوائز معانا. سلام.